سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده اختكم وحبيبتكم ربيعه الحسناويه في فيديو جديد. وكما تعودتم معايا البنات، دائما تنجيب لكم مجربات ديال الوصفات، واليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه من المجربات الصحيحه لخطف قلب الزوج او الحبيب. والله العظيم محبة طالعة 100%، سواء الغضبان أو البعيد أو العنيد، وحتى اللي قاطع البحور وحتى الطليق، البنات اللي عندهم الطليق ديالهم تقدروا تطبقوا ليه هاد الوصفة. والبنات اللي ما عندهمش مكونات، البنات اللي ما عندهمش العشوب، البنات اللي في الخارج ولا في الدول العربية، هذه هي الوصفة اللي عتناسبكم، أحسن وصفة عتناسبكم المحبة. تهزوها معاكم من حدك، هزاها بحال هز ليه القلب ديالو معاك، وما يلقى صبر وما يلقى راحة حتى يجي لعندك وحتى يكون في جنبك. الطريقة ديال هاد الوصفة سهلة، المكونات جد جد بسيطة، فقط تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير، وما تنساوش ديروا لايك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. البنات اللي مازال ما مابونينش، مرحبا بكم، ديروا ابوني القناة. البنات اللي تيسولوا على رقمي ديال الواتساب باش يتصلوا بيا، الرقم غيطلع قدامكم في الفيديو، في الفيديو البنات. وبلا ما نطول عليكم البنات، شنو اول حاجه تنديروا في وصفتنا ديال اليوم؟ اول حاجه تنحتاجوا ليها البنات في هذه الوصفه هي قطعه ديال قماش احمر، قطعه قماش احمر بالنسبه لينا حنا تنقولوا طرف ديال التوب احمر. حنا عندنا توب، كاين اللي تيقول ليه القماش، كاين اللي تيقول ليه التوب، المهم هو هذا، ويكون ضروري اللون احمر ويكون جديد ولا مستعمل ماشي مشكل، المهم انه يكون توب نظيف، يعني قماش نظيف. تناخذوا البنات هذه القطعه ديال التوب، وصفه فنه البنات، هذه كتهزوها معاكم، كتهزوها بحال اللي هازين ليه قلبوا معاكم، قلبوا كتخطفوه ليه معاكم. كتاخذوا هذه القطعه ديال القماش تكون نظيفه، اول حاجه تكونوا نتوما على طهاره، المكان اللي غتجلسوا فيه طبقوا فيه الوصفه يكون مكان نظيف ومكان هادئ، يعني مكان طاهر وهادئ، وانتوما تكونوا على طهاره، وتاخذوا هاد التوب هذا وتبداو تكتبوا هاد الكتابه. شنو تكتبوا البنات؟ الكتابه تتكون بهاد ستيلو ديال الفطر، هاد القلم فطر هذا راه كيتباع في المكتبات بحال هكا، يكون اللون ديالو اسود. تاخذوا البنات اللي عندهم السمق الاسود يكتبوا به، يعني الا كنتو عندكم اللي تشريوه ومتوفر كتبوا به سمق اسود، وكتكتبوا بالقصبة الا ما عندكمش، هذا هو البديل، هذا هو اللي غتكتبوا به فطر اسود، ضروري اللون اسود. صافي البنات، اول حاجه تتكتبوها هي الاسم، تتكتبي في التوب الاسم ديالك، تتكتبي فلانه، هو تيعذب شويه في الكتابه ولكن البنات غادي تصبروا، فلانه بنت فلانة، يعني اسمك واسم أمك تنكتبو فلانة بنت فلانة، وتنكتبو تحتها هاد الآية، تنكتبو تحتها هاد الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تتكتبوها بلا بسملة البنات، تتكتبوا فقط الآية، ما تتكتبوش بسم الله الرحمن الرحيم، تتكتبوا نيشان الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تتكتبوها هنا في هذه البلاصة، هذه تتكتبوا الآية هنا، تتجيو تحت الآية وتتكتبوا السميه ديالو، هو ديال الشخص المطلوب، يعني الشخص اللي تطبقوا ليه الوصفه، الزوج، الحبيب، الخطيب، الطليق، يعني اي شخص عندك معاه العلاقه. تتكتبي فلان ابن فلانه، وهاد الوصفه هادي حتى الراجل يقدر يطبقها على المراه، حتى الراجل يمكن يطبقها للمرأة ديالو ولا الحبيبة ديالو، يدير هنا فلان ابن فلانة والسمية ديالها يديرها تحت الآية، وشي لاخر كله بنفس الطريقة، فقط يبدل الأسماء، سميتو تكون فوق
وسميتها هي واسم امها يكون لتحت. صافي البنات، كيف قلت لكم كتكتبي سميتك وسميت امك الفوق. الايه 31 من سوره ال عمران، تكتبوها هنا ايه قصيره، تجيو لتحت وتكتبوا اسمه هو فلان ولد فلانه. صافي هادشي اللي كيدير البنات، سهله 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 وبسيطه وتتخطف القلوب. وتتاخدي قطعه ديال السكر من تنكتبوا في القماش ديالنا ولا في التوب ديالنا، تنجيبوا قطعه ديال السكر وتنحطوها في الوسط ديال الكتابه، في الوسط ديال التوب ولا ديال القماش ولا في الوسط ديال الكتابه. صافي وكتجمعوا عليها بحال هكا، كتجمعي هاد الخريقه بحال هكا تويل وكتلفوها البنات هكا بحال هكا وتتعقدوا تويب ديالكم. صافي هكا البنات، هادي غادي فين ما مشيتو تهزوها معاكم، فين ما مشيتو فين ما كنتو تهزوها معاكم. هادي البنات ماشي غير الا كنتو مفارقين وباغيين ترجعوه، حتى الا كنتو معاه او غتلاقاو معاه والمحبه قليله، المحبه ما كايناش سواء تلاقاو ولا ما تلاقاوش، المهم عندك العلاقه شويه متوتره، عتهزو معاكم هاد المحبه هادي. هادي خطف للعقول، للقلوب، سواء مخاصم معاك، سواء مصالح معاك، سواء معاك في الدار، سواء ما كاينش في الدار، سواء كيما كانت العلاقه معاه، ديروا هاد المحبه. والبنات كيف تنقول لكم دائما، ماشي تتوتر العلاقه وتيكون الفراق ويكون الخصام، عاد نوضوا تخدموا، نوضوا تخدموا. واخا تكون العلاقه مزيانه خاصكم تخدموا البنات الوصفات، الوصفات ساهلين، الوصفات بساطين، غير حيدوا العجز البنات، وماشي تتوقع الفاس في الراس، عاد نوضوا تجريوا تنوضوا تخدموا. خدموا دائما، الخدمه خاصها تكون على الدوام، مره مره نتفكروه ونديروا ليه شي وصفه اللي تقادوا لينا باش يبقى دائما ان شاء الله مقاد معاكم. صافي البنات كيف قلنا، كتهزوا هاد المحبه في الساك ولا في صدركم ولا في الجيب، ولا انتم اللي عارفين البلاصه اللي مناسبه باش تخبيوها، المهم انها تحمل، هذه تحمل يعني تهزوها معاكم، هذه الوصفه ديما تهزوها معاكم. وهذا ما كان البنات في هذا الفيديو، تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، والا عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايكات، وشكرا لكم كاملين، وتنحمق عليكم البنات اللي كاملين اللي تبغيو ربيعه، حتى ربيعه كتبغيكم كاملين وكتحمق عليكم. وشكرا البنات على التفاعل، وبسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.